السيسي يؤكد أن القرارات الأخيرة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد وتصحيح مساره، ويحذر من استغلال الفصائل الإرهابية لها لزعزعة استقرار البلاد. عباس يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اعتداءات إسرائيل الأخيرة، ونتنياهو يدعو حكومته إلى ضبط النفس بعد سلسلة الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. الصدر يدعو تحالف دعم المالكي في سحب دعمه وترشيح شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة. بانوراما مانيلا، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. مرحبا بكم. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مصر تواجه حاليا حالة حرب من الخارج ومن الداخل بعد ثورة 30 من يونيو، مطالبا رجال الصحافة والإعلام القيام بدورهم الوطني لتوعية الشعب بخطورة الأوضاع حتى تتمكن مؤسسات الدولة من مجابهة المخططات وإفشال المؤامرات. وأكد السيسي خلال لقائه مع قيادات المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء وكالة أنباء الشرق الأوسط وعدد من قيادات القنوات الفضائية، أكد أن إجراءات تحريك أسعار الوقود الأخيرة هي خطوة مهمة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة وحماية الاقتصادية المصرية. ولفت السيسي إلى الوضع الدولي في المنطقة مدللا على أن حجم وعمق المؤامرة التي تتعرض لها مصر والمنطقة، وأشار في ذلك إلى الاستفتاء الذي يطالب من خلاله الأكراد، معتبرا إياه بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة تبدأ بدولة كردية تتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد وأخرى في الأردن يعيش عليها نفس أبناء العرق. ودلل السيسي على رؤيته بما هو شائع حاليا بين دوائر صنع القرار الغربية بتقادم معاهدة سايكس بيكو لمرور 100 عام على تنفيذها وضرورة استبدالها بسايكس بيكو جديدة يتم من خلالها تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية وجنسية. وأكد السيسي أن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة داعش، مؤكدا أن مصر حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من تقديم أي دعم لداعش، حيث أنهم يخططون للخروج من سوريا ليستهدفوا العراق ثم الأردن ثم السعودية. كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سرعة تشكيل المجلس الوطني للإعلام والمنوط به وضع ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي. قال السيسي إنه خضع لرغبة الصحفيين والإعلاميين بإلغاء وزارة الإعلام، غير أن المسؤولين عن الصحافة والإعلام لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء لتشكيل المجلس الوطني للإعلام بعد إلغاء الوزارة. وأكد السيسي أن المجلس الجديد سيكون مجلسا مستقلا لا يشكله رئيس الجمهورية أو يتدخل في تشكيله، مطالبا قيادات الصحافة والإعلام بسرعة إصدار القوانين اللازمة لكي يرى هذا المجلس. وفي إطار متابعة تداعيات تنفيذ قرار زيادة أسعار المواد البترولية البنزين والسولار،
قام عدد من المحافظين باتخاذ مجموعة من القرارات لضبط الشارع ومنع استغلال السائقين والمبالغة في رفع الأجرة، حيث أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام في نطاق القاهرة الكبرى. كما طلب رئيس الهيئة بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة إلى الحد الأقصى ووقف جميع الراحات والإجازات لسائقي الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين. هذا وقد أقر المحافظ تعديلات في أجرة سيارات السيرفيس في القاهرة تتراوح ما بين 25 قرشا إلى 50 قرشا، وشدد على التزام السائقين بالتعريفة والمسارات المقررة، مشيرا إلى وجود حملات لضبط المواقف. وفي الجيزة قرر الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة قرر توقيع غرامات تصل إلى 10,000 جنيه وحجز سيارة السائق الذي يخالف التعريفة المحددة للأجرة. وقرر عبد الرحمن تخصيص هاتف يحمل رقم 357-22-4007 لتلقي شكاوى وبلغات المواطنين ضد السائقين المخالفين للضوابط التي أقرتها المحافظة، والتي تتضمن السماح لهم بزيادة التعريفة بنسبة 10%. وشدد المحافظ على أنه لن يسمح للسائقين باللجوء لحيل من شأنها تحميل المواطن أعباء مالية غير قانونية، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ أسرع الإجراءات لمواجهة مثل هذه الألعاب وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين. وفي الدقهلية شدد المحافظ المهندس عمر الشواتفي على أهمية الدور الرقابي وتكثيف الحملات المرورية لتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة داخل وخارج المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين. وأعلن الشواتفي أن تعريفة ركوب للسيارات الأجرة والسيرفيس داخل مدينة المنصورة وبين أطرافها ومراكزها، وقرر أن تكون بندرة تاكسي العداد بالمنصورة 250 قرشا على أن تزيد القيمة بواقع 20 قرشا عن كل كيلو متر. تزيد أجرة السيرفيس داخل المنصورة ومن القرى المجاورة إلى المنصورة بواقع 25 قرشا، وتزداد أجرة نقل الركاب بين المراكز بواقع 50 قرشا، وتزداد أجرة نقل الركاب بين جميع المراكز إلى المحافظات بواقع جنيه واحد، ولمحافظتي السويس والأسكندرية بواقع جنيهين. وفي المنوفية قرر المحافظ الدكتور أحمد شيرين فوزي قرر نشر أكمنة وحملات من مباحث المرور بالاشتراك مع إدارة المواقف بكل مكان على أرض المحافظة لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية تجاهها بكل شدة. وتقرر عمل لوحات إرشادية بكل موقف توضح عليها التعريفة الجديدة وتعلق في مكان ظاهر للجميع في الموقف حتى تصل إلى جميع المواطنين. كما قرر المحافظ تحديد غرامات مشددة لمخالفة التسعير الجديدة أو مخالفة خط السير تبدأ من 300 جنيه لأول مخالفة وتتدرج حتى وقف الرخصة لمدة شهر ولمدة شهرين وثلاثة أشهر أو سحبها. في الوقت نفسه تشهد بعض السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، حيث يبالغ التجار بالمغالاة في هامش الربح. ومن هنا يبرز دور الجهات الرقابية في وزارة التموين لضبط الأسواق ومحاربة المحتكرين لبعض السلع. في شكوى جديدة قديمة أعرب بعض المواطنين عن استيائهم من غلاء أو مغالاة التجار في أسعار السلع الغذائية عموما والسلع الرمضانية خصوصا، مغالاة تأتي من قبل التجار لاستغلال الارتفاع الذي طرأ على بعض المواد البترولية، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالسلع الغذائية. الأسعار غالية طبعا، كل حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة. احنا عاوزين يعني اللي احنا عاوزين الحاجات ترخص لان الناس الغلابه دي تقدر تعيش في البلد. لا اسعار كويسه، كل حاجه رخيصه، كل حاجه موجوده على التنفيذ. هي الحاجه موجوده بس فين السيوله اللي ما هم الناس تعبانه، الناس هتعمل ايه؟ الناس ما فيش يعني، هي الناس نازله تتفرج بس. ما هو انا ما بسال التاجر قال لي حاجه، قال لي انا جايه لي اصلا غاليه بسبب ان النقل بتاعها زاد، عمليه النقل نفسها لما تجيبها من المزرعه لغايه هنا البنزين اللي شالته العربية ضاف عليه القيمة اللي دفعها زيادة، بس القيمة ما وصلتش انها توصل 200% بالمنظر، اللي السعر يتضخم بالمنظر ده.
شكاوى دعتنا إلى التوجه بأسئلة عديدة للجهات الرقابية كوزارة التموين ومباحث التموين كونهم مسؤولون عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان وصول السلع إلى المستهلكين دون عائق. لما نيجي نتكلم على ضبط الأسعار بتنحصر في أن لابد من أي واحد بيتعامل في بيع سلعة لابد أن هو يعلن عن سعر هذه السلعة وأنه يلتزم بهذا الإعلان. في حالة مخالفته بقى بيتعمل له المحضر ويروح للنيابة وبياخد إجراءات ضده خلاص. إذن فالأمر غير مقتصر على إصدار تشريعات وقوانين لحماية المستهلك، بل هو حلقة متصلة تتطلب عدم استغلال التاجر للمواطنين وكذلك عزوف المستهلك عن السلع التي يبالغ الطرف الآخر في سعرها حتى يتسنى للدولة القيام بدورها على أكمل وجه. أشرف إبراهيم، النيل. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وفقا للقانون وإعمالا لنص المادة 27 من الدستور. وصرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تفعيل القانون خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معادلة الدخول بين الموظفين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية. وتضمن القرار زيادة فئة الضريبة للمستورد لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك. ويتضمن القرار بقانون أيضا زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المنتجة محليا حيث يضاف 175 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 900 قرش و225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 900 قرش. كما تضمن القرار بقانون زيادة فئة الضريبة على المشروبات الكحولية بنسبة 200%. هشام رامز محافظ البنك المركزي إن مصر سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابعة من الشهر الجاري. وكانت مصر قد سددت في يناير الماضي مبلغا مماثلا من ديونها لنادي باريس. ولم يشر محافظ البنك المركزي في تصريحاته إلى حجم الدين الإجمالي لمصر لدى نادي باريس. ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أثناء ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل التطورات الأخيرة في ملف مياه النيل وسبل تدعيم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ومقترحات التعاون المختلفة فيما بينهم. استعرض محلب في الاجتماع النتائج الإيجابية للقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في مالابو. كما تناول الاجتماع أيضا نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية والري في السودان ومقترحات التعاون الثنائي التي تناولها خلال الزيارة. وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والكهرباء والخارجية والموارد المائية والري والتعاون الدولي والزراعة والنقل. عقدت لجنة ترسيم حدود المحافظات التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب برئاسة وزير التنمية المحلية عادل أبيب عقدت أول اجتماع لها لوضع تقسيم جديد للمحافظات. وصرح لبيب بأن عدد المحافظات سوف يزيد في ترسيم الحدودي الجديد، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على عدد المحافظات الجديدة سواء كانت 4 أو 5 محافظات أو أكثر من ذلك. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن إعادة تشغيل محطة الجيزة بالخط الثاني اعتبارا من اليوم. وقال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم المترو قال إن المحطة بدأ تشغيلها ظهر اليوم بعد أن ظلت مغلقة منذ أحداث فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة في شهر أغسطس الماضي.
أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومية، وأن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مع دول الجوار لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود على كافة الاتجاهات. وشدد القائد العام خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية على أن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء لمهامهم الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب في كافة ربوع مصر وفرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية. وفي لقائه مع شيوخ قبائل مطروح أعرب صبحي عن اعتزازه وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ولدعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها. أكد وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق أكد أن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام ليحصل كل ناجح في الثانوية العامة على حقه في التعليم الجامعي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة للإعلان عن ضوابط وقواعد التنسيق للقبول بالجامعات هذا العام. نسعى لتوفير مكان لكل طالب حاصل على الثانوية العامة داخل الجامعات. بهذا التأكيد استهل وزير التعليم العالي دكتور سيد عبد الخالق المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة للإعلان عن النظم والضوابط المتبعة هذا العام لتنسيق القبول بالجامعات. إن شاء الله نحن نوفر فرصة في التعليم العالي لكل طالب مصري حاصل على الثانوية هذا العام، وذلك يمكن بيساعدنا على ذلك أن هناك الوزارة حثت الطلاب على توخي الدقة في تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، وشددت على أن نسبة التحويل من كلية إلى أخرى لن تتجاوز هذا العام 10%. قواعد التنسيق هي تكاد تكون هي نفس القواعد بتاع السنة اللي فاتت، لكن أضيف إليها القواعد اللي هي تقضي على كل المشاكل اللي حصلت السنة اللي فاتت. لكن طبعا الحاجة التانية اللي هي تفرق عن السنة اللي فاتت إن احنا عندنا السنة دي في ثانوية قديمة وفي ثانوية حديثة، فطبعا المجلس الأعلى للجامعات قرر إن الأماكن توزع على الثانوية القديمة والثانوية الحديثة بنسبة عدد كل نوع على العدد الكلي، وده يحقق مبدأ العدالة. وخلال المؤتمر كشف الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر توصية بتنظيم فترات العمل داخل الجامعات الحكومية والخاصة ليبدأ منذ 8 صباحا وحتى 8 مساء. كما كشف كذلك عن اتجاه الدولة إلى زيادة عدد الجامعات الأهلية بما ينعكس على تحسن مستوى العملية التعليمية. علاء رشوان، النيل. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. كما تطرق اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لبناء مؤسسات ليبيا، لافتا إلى عمق العلاقات التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. استمرارا لجهود الخارجية المصرية وتعاونها مع مختلف دول العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص، استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الليبي محمد عبد العزيز، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين. تأتي زيارتي لجمهورية مصر العربية في إطار الاستمرار في التشاور مع معالي وزير الخارجية المصري. سبق وأن التقينا الأسبوع الماضي في مؤتمر القمة في أفريقيا واتفقنا على أساس أن يستمر هذا التشاور. زيارة اليوم طرحت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين ليبيا وبين مصر، وخاصة أن العلاقات الليبية المصرية ليست علاقات دولة شقيقة بشقيقة، ولكنها علاقات تاريخية واستراتيجية في نفس الوقت.
كما تناول اللقاء التنسيق الجاري لعقد الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار لليبيا والمقرر في تونس خلال منتصف هذا الشهر، فضلا عن التحضير لاجتماع القاهرة الخاص بليبيا مع دول الجوار. من المحاور الأساسية اللي احنا تكلمنا فيها، تكرمت جمهورية مصر العربية باستضافة المؤتمر الثالث حول أمن الحدود، خاصة جمع دول الجوار، واحنا يهمنا بالدرجة الأولى أن يكون هذا المؤتمر ينظم بطريقة موضوعية على أساس يكون فيه تشاور مسبق، لأن التعاون في المجال الأمني تعاون يعتبر غاية في الأهمية، وخاصة على المستوى الثنائي بين مصر وليبيا وأيضا على مستوى دول الجوار. من جانبه أكد شكري الاهتمام الذي توليه مصر حكومة وشعبا بالتطورات الجارية في ليبيا، خاصة ما يتصل منها بالوضع الأمني. جاء لقاء وزيري الخارجية المصري والليبي في ضوء وجود العديد من القضايا والتحديات المشتركة، كما عكس اللقاء إدراك الجانبين لخطورة معتنقي الفكر الجهادي وتهديدات العناصر الإرهابية، فضلا عن أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأمن القومي للبلدين. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. إلى الملف الليبي، حيث قصفت قوات اللواء خليفة حفتر قائد عمليات كرامة ليبيا، قصفت منطقة سيدي فرج ومناطق متعددة يتمركز بها أنصار الشريعة الإسلامية. وبحسب مصادر أمنية، فإن قصف هذه المناطق من قبل قوات حفتر جاء ردا على سقوط صواريخ جراد على قاعدة بينينا ومعسكر الصاعقة في بني غازي، والتي تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا إثر إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر حربا على المجموعات المسلحة شرق البلاد. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبه بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات على الفلسطينيين والانتهاكات بما فيها حرق الفتى محمد أبو خضير حيا. وطالب عباس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتفع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام 2014، مشيرا إلى رفض الحكومة الإسرائيلية ملاحقة هذه المجموعات الإرهابية وخاصة مجموعة جباية الثمن الاستيطانية كجماعة إرهابية. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته إلى ضبط النفس في التعامل مع قطاع غزة. وقال نتنياهو في افتتاح الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء إن التجربة أثبتت ضرورة ضبط النفس والتصرف بمسؤولية وليس بشكل متسرع. جاءت تصريحات نتنياهو وسط مؤشرات حول انقسام الوزراء في حكومته حول كيفية التعامل مع تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل بحسب ما زعم إسرائيل. طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر طالب تحالف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بسحب تأييده للمالكي لتولي ولاية ثالثة. وحث الصدر تحالف المالكي باختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء في ظل فشل البرلمان في التوافق على تشكيلة حكومية جديدة. وانتقد الزعيم الشيعي المالكي مؤكدا أنه قام بتوريط نفسه والشعب العراقي في نزاعات أمنية طويلة المدى وأدخل البلاد في نفق أزمة سياسية. وقع المالكي تحت ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة للعدول عن الترشح لرئاسة الوزراء منذ نجاح قوات داعش في اجتياح شمال وغرب البلاد. هذا وقد بدأت القوات العراقية بناء جدار دفاعي يحيط ببعض أجزاء محافظة ديالى المضطربة، وذلك لصد أي تسلل لعناصر جماعة الدولة الإسلامية الذين استولوا على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق. وأقيم الجدار الذي يصل ارتفاعه إلى مترين بالإضافة إلى الخنادق والكمائن في المناطق المتآخمة لمنطقة العظيمة، التي شهدت من وقت لآخر اشتباكات متقطعة بين عناصر الدولة الإسلامية والقوات العراقية. استولت جماعة الدولة الإسلامية وهي فرع من تنظيم القاعدة، استولوا على بلدات ومدن في أنحاء سوريا والعراق خلال تقدم خاطف.
نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الطيران الحربي السوري يواصل غاراته الجوية على بلدة عرسال اللبنانية. كما تتابعون أيضا نحو 30 قتيلا في هجومين منفصلين على ساحل الكيني وأصابع الاتهامات تشير إلى جماعة شباب المجاهدين الصومالية. والآن مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد. شكرا لكم لميس وأمل. مشاهدينا أهلا بكم، وهذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزارة المالية ترصد نحو 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة كاستثمارات مستهدفة لتمويل المشروعات. إلى التفاصيل، حيث رصدت وزارة المالية نحو 67.18 مليار جنيه بالموازنة الجديدة كاستثمارات مستهدفة لتمويل المشروعات. وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة تبلغ نحو 45 مليار جنيه مقابل 34.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 و2014. هذا وقد رصدت وزارة المالية نحو 150 مليون جنيه لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال وتسليم جميع الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدود الدخل. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم مناطق التطوير بالأحياء منخفضة التكاليف بمدن الشروق والعاشر من رمضان والعبور. وقال الوزير إن هناك خطة لتطوير الأحياء المختلفة بالمدن الجديدة خلال 3 سنوات، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن استكمال مستندات الحجز لما يزيد على 20,000 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهناك نحو 200,000 وحدة أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وأكد الوزير أنه سيتم الإعلان قريبا عن برنامج لتنفيذ 50,000 وحدة سكنية لمتوسط الدخل بالمدن الجديدة بمساحات من 100 ل150 مترا، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع القوات المسلحة. نتحول للبورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها الرئيسة ارتفاعات جماعية لدى إقفال تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية. وقد حقق الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها نحو 2 ملياري جنيه ليصل إلى مستوى 483.8 مليار جنيه. مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إقفال تعاملات الأحد وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2 مليار جنيه لتنتهي التعاملات عند مستوى 483.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 803 مليون جنيه. بالنسبة لجلسة النهاردة فهي جلسة استكمال ارتفاعات الجلسات السابقة اللي هي الأربعاء والخميس، ولكن النهاردة كانت الجلسة مختلفة شوية، كان فيها يعني كذا حاجة سلبية ولكن يعني امتصتها البورصة. طبعا حضرتك عرفت ان في اقرار الضريبة الرأسمالية وخلاص هتبقى حيز التنفيذ، بس ابتدى يبقى في اعفاءات ضريبية بالنسبة لصغار المستثمرين، وده اللي خلاهم يقبلوا على السوق مرة تانية وخلى المؤشر 70 ينفصل أداؤه عن المؤشر 30 من الأسبوع اللي فات. المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة بلغت 76% ليصل إلى مستوى 8321.53 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة بلغت 94%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليرتفع بنسبة بلغت 88%. احنا بدأنا في بداية الجلسة في انخفاض
مواصفات ضعيف جدا، وسرعان ما قدرت الاسعار تتجاوز المنطقه دي وقدرت الاسعار انها ترتفع تاني. شفنا ان مؤشر اي جي اكس 30 وهو المؤشر الرئيسي ارتفع بحوالي اقل من 1%، كذلك 100. النهارده كان واضح جدا ان العرب والاجانب والمؤسسات ميالين للشراء، الا ان ما كانش يمكن بالرغم من اعتراض بعض المستثمرين على القرار، الا ان ما كانش ليه التاثير القوي على البورصه لغايه دلوقتي. احنا مش عارفين بعد كده ممكن يحصل ايه. دكتور محمد عمران رئيس البورصه المصريه اكد ان 9% من حملات اسهم شركه المجموعه الماليه هيرمس القابضه عرضوا بيع اسهم ضمن طلب الشراء المقدم من شركتي بلوتون الماليه وايجيبت انفست، مضيفا انه في حاله رغبه مقدمي العرض في تنفيذ شراء الكميه التي عرضها مساهمي هيرمس فعليهم الحصول على موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه، مشيرا الى ان اداره البورصه ملتزمه بالقوانين والقواعد التي تحكم تنظيم مثل هذه الصفقات. من مقر البورصه المصريه، اندرو كامل، النيل. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعي جاء بالتوافق والتنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة. كما أشار عبد النور إلى أن تحريك أسعار الطاقة سيسهم في وضع الصناعة المصرية على المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية. وأكد وزير الصناعة أن تخفيض الدعم سيؤدي لإعادة توزيع الأولويات داخل الموازنة وإعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل في المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي. من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العليلي أن الجهاز يدرس حاليا تأثير زيادة أسعار الوقود على شركات المحمول. وأكد العليلي أن أي زيادة في أسعار الاتصالات لابد أن تعرض أولا على الجهاز ويقوم بإقرارها قبل التطبيق. كانت مصادر بشركات المحمول قد أعلنت أنها تدرس حاليا الموقف من زيادة أسعار السولار الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء الخاصة بمحطات تقوية الإرسال عند انقطاع التيار الكهربائي. مشاهدينا، انتهت الوقفة الاقتصادية، وعودة مرة أخرى لأخبار السياسة ولميس وأمل. إليكم. أشكرك حنان. ومشاهدينا الكرام، من جديد هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. السيسي يؤكد أن القرارات الأخيرة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد وتصحيح مساره، ويحذر من استغلال الفصائل الإرهابية لها لزعزعة استقرار البلاد. عباس يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اعتداءات إسرائيل الأخيرة، ونتنياهو يدعو حكومته إلى ضبط النفس بعد سلسلة الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. الصدر يدعو تحالف دعم المالكي لسحب دعمه وترشيح شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة. مرحبا مجددا. الملف السوري، حيث شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على بلدة عرسال اللبنانية مستهدفا تحركات تجمعات لمسلحين بأربعة صواريخ أرض جو، فيما نفذت غارتان جديدتان على منطقة الزهوة. يأتي هذا فيما تدور اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة وقوات الجيش السوري في الريف الجنوبي لدمشق، وذلك بالتزامن مع قصف مخيم خان الشيخ بالبراميل المتفجرة. يوم تلو الآخر تتصاعد الأزمة السورية دون بارقة أمل لحلحلتها، مع صمت المجتمع الدولي للمأساة التي يعانيها الشعب السوري مع تعرضه باستمرار القصف بالبراميل المتفجرة والغارات بالطيران الحربي على كافة الأنحاء. بلا هوادة أو رحمة يواصل الطيران الحربي السوري شن غارات جوية على بلدة عرسال اللبنانية مستهدفا تحركات تجمعات لمسلحين بأربعة صواريخ أرض جو، فيما نفذ غارتين جديدتين على منطقة الرهوة. وتملك عرسال ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية حدودا طويلة مع منطقة القلمون السورية يصعب ضبطها بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الجرداء وانتشار المعابر
غير القانونية الوعرة عليها، حيث تشكل عرسال بحسب خبراء مكانا للاستراحة وتجميع القوى بالنسبة إلى مجموعات المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى ممر للأدوية والمواد الغذائية والسلاح الخفيف والجرحى الذين يسقطون في المعارك. وفي حلب وريفها سقط العشرات بين قتيل وجريح إثر استهداف قوات الجيش السوري لتجمعات من المعارضة المسلحة، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الأخيرة بينهم عناصر من جبهة النصرة والجيش السوري على أطراف بلدة خناصر بريف المدينة. وبحسب نشطاء فإن الطيران المروحي السوري ألقى براميل متفجرة على منطقة بيت جن أسفر عن دمار كبير، كما تعرضت مدينة دوما لقصف بالمدفعية الثقيلة. في الوقت نفسه تدور اشتباكات عنيفة بين مسلح المعارضة وقوات الجيش السوري بالقرب من خناصر في الريف الجنوبي لدمشق، فيما تعرض مخيم خان الشيخ بريف دمشق لقصف بالبراميل المتفجرة، كما تم قصف بلدة الكسوة أيضا بالرشاشات الثقيلة. إلى اليمن، حيث قتل 6 جنود اليوم في كمين نصب مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة، استهدف حافلة تابعة للجيش اليمني في محافظة إبين جنوب البلاد. يأتي هذا فيما قصفت القوات الجوية اليمنية قصفت مواقع لمسلحين حوثيين شمالي صنعاء، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل وانهيار الهدنة بين المتمردين وقوات الحكومة. وأعلنت الحكومة اليمنية أن هجوم الجيش على بلدة صفراء في المحافظة كان بسبب تقاعس المقاتلين الحوثيين عن ترك مواقع في المنطقة امتثالا لشروط الهدنة والتي أبرمت في يونيو الماضي. ارتفعت حصيلة القتلى في هجومين متزامنين لمسلحين على الساحل الكيني إلى 29 شخصا على الأقل. وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية أفاد أن 9 قتلى سقطوا في هجوم وقع الليلة الماضية على مركز هندي أو هندي تجاري المكان الذي شهد الشهر الماضي هجمات أسفرت عن مقتل 65 شخصا. وأضاف المتحدث أن 20 قتيلا سقطوا في هجوم ثان في منطقة جامبا بمقاطعة تاتا ريفر. وكانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت في وقت سابق أنها شنت هجوما الليلة الماضية في المنطقة الساحلية في كينيا. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. أخبار الملاعب الرياضية المختلفة وبتأكيد على رأسها أخبار المونديال مع زميلة حن. يعد حي الحسين أحد الأماكن الشهيرة في مصر التي يحرص عليها كثير من الزوار على زيارته أثناء الشهر الكريم لما يحمله من نفحات رمضانية ساحرة. أصحاب المقاهي من جانبهم أكدوا على الإقبال المتزايد من المواطنين احتفاء بتلك الأجواء الرمضانية. أجواء رمضانية مختلفة تشعر بها عندما تتجول في أروقة حي الحسين، مكان يتمتع بمذاق خاص في ليالي الشهر الفضيل. ولكن السؤال المطروح الآن، هل ما زال حي الحسين مكانا جاذبا لرواده مثلما كان من قبل، أم أن الظروف السياسية والأمنية في مصر كان لها أثار سلبية على هذا الحي؟ أجواء رمضان ما اختلفتش من سنة لسنة، يعني هي نفس الأجواء وكده، بس هو الإقبال هو اللي بيختلف. يعني الإقبال بالنسبة للمصريين موجود، في إقبال بنسبة تقريبا لغاية دلوقتي 70% 75%، وده مش حاجة وحشة في الوقت الحالي. يعني الحسين من أحسن مناطق مصر السياحية، وأي خليجي أو أي حد بيطمن وقاعد هنا لأن يعني المنطقة أمن وأمان الحمد لله. مرتاد حي الحسين من المصريين والعرب والأجانب الذين غالبا ما يقبعون بعد صلاة المغرب حتى السحور لقضاء ليلة رمضانية ممتعة، أعربوا عن سعادتهم بزيارة هذا المكان لما يحمله من ثقافة وتنوع وأجواء مختلفة. أنا كل رمضان بحب أني أنا أجي على الحسين، بيعطي جو أورينتال أكتر، بيحسسك بالبلد بشكل أكتر، بتحسي بمصر القديمة نفسها. بس تيجي في رمضان الحسين تقعد ليه جو مختلف وجو طيب، الناس كلها بتجمع فيه. هذه هي زيارتي الأولى للحسين والمرة الأولى التي أتذوق فيها القهوة المصرية. هنا تلتقي بالشعب المصري الحقيقي. مصر آمنة ورائعة والأجواء فيها تختلف كثيرا عن بقية الدول.
ومهما مرت على مصر من أحداث يبقى حي الحسين يستقبل زواره من جميع دول العالم، لأنه يضم عناصر جذب متعددة من مقاهي ومتاجر ومطاعم وبيوت لذكر الله يقبل عليها الزوار. قضاء ليلة من ليالي الشهر الكريم في حي الحسين تختلف بالتأكيد عن أي مكان آخر، حي يجسد كل الروحانيات لهذا الشهر لتكون أنت الفائز بهذه الزيارة، فلا تبخل بأن تقضي ساعات بين جنبات هذا المكان. كل عام أنتم بخير. أسماء حسن، أميل. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. السيسي يؤكد أن القرارات الأخيرة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد وتصحيح مساره، ويحذر من استغلال الفصائل الإرهابية لها لزعزعة استقرار البلاد. عباس يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اعتداءات إسرائيل الأخيرة، ونتنياهو يدعو حكومته إلى ضبط النفس بعد سلسلة الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. الصدر يدعو تخلف دعم الملك إلى سحب دعمه وترشيح شخصة جديدة لتولي رئاسة الحكومة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.